أهلا فيكم، برج الحوت في قناتي. رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر. القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الحوت، ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك. كرتين، فكرت كرت. مثل دائما القراءة عامة، يعني مش رح تنطبق على الجميع، بس ممكن يكون في بالفيديو أو بالقراءة شيء ممكن يخدمك أو يفيدك، فأنت خذ من الفيديو الأشياء اللي بتحس إنها قريبة منك وممكن تستفيد منها، واترك الباقي لشخص آخر ممكن يستفيد منه. راح نبلش بطاقتك أول، بعدين طاقة الحبيب أو الشريك، وخطواتك في المستقبل. خطواته أيضا هو في المستقبل، وشو راح يكون مصير العلاقة بينكم. إذا في أي إشي بيحتاج إلى التوضيح، رح نسحب كروت للتوضيح مشان نوضح. طيب نبلش أول بكروت النصيحة لبرج الحوت. برج الحوت، بدك تنتبه على مشاعرك أكثر هالشهر، وتحاول انك تسمع لبعض الاشخاص في حياتك بقلبك مش فقط بعقلك. تحاول تحلل الامور بعواطفك مش فقط بمنطقية. في عندك اوراق النصائح، جميعها طلعت اوراق كابس او اوراق ايموشنال او اوراق عاطفية. في عندك رح يجيك شخص جديد بحياتك، أو إذا عم تستنى شخص إكس أو قديم أيضا ممكن يدل إنه في رح يصير تصالح. عندك 10 of cups، عندك messenger of emotions، يعني في رح يصير عندك بالأمور العاطفية تطورات كتير إيجابية. في حدا رح يفوت بحياتك أنت بتعتبره بركة بالنسبة لك، أو شخص كنت بتتمنى لفترة طويلة، وهلأ في الفترة القادمة رح يفوت بحياتك هالشخص. في بدايات عاطفية جديدة رح تصير بحياتك، وممكن تتطور أيضا إلى أشياء عميقة، يعني ممكن تتطور إلى علاقة جدية، خطوبة أو حتى زواج للبعض منكم. يعني الشخص اللي رح تقابله رح يكون مثل الشريك بالنسبة لإلك، أو رح تعتبره سول ميت، رح تعتبره رفيق درب بالنسبة لإلك. برج الحوت، طاقتك الحالية عم شوف في تقدم بالذات بالحكي. في شخص رح يفوت بحياتك، رح يكون في معه حكي كثير إيجابي، تواصل روحي بينك وبين هالشخص. انت وهالشخص بتحس انه على تواصل روحي، بتحس انكم مرتبطين مع بعض، وبيجوز الشخص ايضا اللي انت عم تتعامل معه بدك علاقة جدية معه. مبين انه انت في حكي كتير بدك تحكي لشخص في حياتك تعتبره سول ميت، لأنه العامل المشترك بينكم four of wands، فمبين أنه اتنيناتكم عم تبحثوا عن استمرارية، عم تبحثوا عن استقرار، عم تبحثوا عن stability. بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك،
ممكن تكون عم تتعامل مع برج مائي أو برج هوائي، ممكن أيضا أبراج نارية لأنه في عندي أيضا أوراق نارية، ولكن البرج اللي عم تتعامل معه عم شوف إنه عم شوف أنت بتمشي على حسب كيف ما بتحس، يعني بتخلي قلبك هو اللي يكون دليلك باتخاذ القرارات، على عكس هالشخص. هالشخص بيستخدم المنطق والتحليل أكتر من العواطف، يعني حتى عواطفه ومشاعره الشخص بيحب يحللها أول أو يركز عليها أول أو to dissect it، يفتحها ويدرسها أكتر من ما إنه بسرعة ينتقل أو بسرعة يفوت بعلاقة. ولكن هو عم يبحث إلى بداية عاطفية جديدة، وممكن أيضا هالكارت يرمز إنه هو عواطفه تجاهك أنت عواطف كتير فياضة، ممكن مش عم تحكوا مع بعض، أو ممكن هالشخص أنت بس تحكي معه يكون الفرنت تبعه هاي أو الشخصية تبعته هاي، أو يكون تحسه من برا شخص كتير جامد، شخص كتير جاف، شخص يعني ما في أي مشاعر بتظهر بس من جوا، من جوا مشاعره كتير فياضة عم يغرق فيهم، ولكن هو بيحب الأمور تكون دائما عادلة، وبيحب يكون دائما منصف هالشخص. عم شوف العامل المشترك بينكم فور اوف وانس، فانتوا الاثنين عم تبحثوا على استمرارية بالعلاقة، عم تبحثوا عن استابيليتي بالعلاقة. ممكن انت نظرتك تكون شوي جدية اكثر من هالشخص لانه عندك اوراق روحية، هالشخص ممكن يكون بده العلاقة شوي عفوية، تكون اصدقاء بالاول او اشي مثل هيك. مبين ايضا انه انت اللي بتوصل مشاعرك او بتحكي لمشاعرك اكتر من هالشخص، يعني انت اللي قلبك ومشاعرك مفتوحة لهالشخص وبتحكي له وبتعبر اكتر من ما هو بيعبر. بالنسبة لخطواتك في المستقبل، عم شوف انه في عندك ستتين، 6 of cups، الستة بتحكي عن التوازن، وهالشخص طاقته ايضا بيحب انه الامور تكون متوازنة، فعم شوف انه انت عم تحاول بالمستقبل تستخدم نفس الطاقة انه تكون متوازن ومنصف بحق هالعلاقة، سواء او بحق حالك ايضا، سواء كان بمشاعرك او سواء كان بالارتباط مع هالشخص، لانه هالكارت بيحكي عن توازن بالاخذ والعطاء بالعلاقة على سنس أو على حد أرضي، يعني على حد التزامات جدية، التزامات أرضية بالعالم الأرضي. ولكن السكس أوف كابس بتحكي عن المشاعر، فممكن تكون من العالم الروحاني أيضا. فعم شوفك بالمستقبل عم تحاول توجد توازن بين الأمور الفعلية وبين الأمور اللي هي الحسية أو العقلية أو الروحانية. ممكن أنت تكون عواطفك هون تطغي عليك أكتر من أنك تكون شخص منطقي، تتصرف بعواطفك أكتر من أنك شخص منطقي. ولكن إشي منيح أنه أنت يعني بتسمع لعواطفك من جوا أو تتبع عواطفك من جوا. مبين أيضا خطوات الحبيب القادمة في المستقبل، يعني عم شوفك أنت عم تتذكر أيضا إذا كان في بينكم، إذا أنتوا حاليا مش عم تحكوا مع بعض وكان في بينكم تواصل بالماضي، عم شوفك أنت عم تتذكر reminiscing، عم تتذكر الماضي، عم تتذكر الذكريات اللي صارت بينك أنت وهالشخص. بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل، عم شوف انه من بعد يعني رح يمر بفترة خيبة امل او خسارة عاطفية. ممكن اذا انت تركت هالشخص
عم يحس وكأنه في فرصة ضاعت من بين إيده، لأنه في بالمستقبل أيضا رحيل، فممكن أنت ممكن أنت يعني الطاقة المشتركة هون بينكم، في شخص عم يترك مشاعره، أو ممكن عم تتركه أشياء قديمة أيضا بشأن أشياء جديدة. هالشخص ممكن يكون عم يحس بخسارة لأنه عواطفه اللي عم بيحس فيها مش قادر يترجمها أو مش قادر يوصلها لإلك بالأصح، أو بيحس إنه دائما لازم يكون في عنده البرسونا هاي أو الشخصية هاي. أيضا هالشخص ما بيحب الخسارة، ما بيحب دائما يكون هو نمبر وان، بيحب هو يكون الأول، بيحب هو يكون يعني شخص عنيد، بحب هو اللي ينتصر بأي نقاش، بأي مشكلة، بأي إشي. ولكن من جوا هو شخص إيجابي. The Sun card بتحكي عن براءة داخلية بهالشخص، فهو من جوا شخص يعني بيور، شخص بريء، شخص عقليته أو تفكيره شوي ممكن تكون طفولية أكتر أو عفوية أكتر. أنت ممكن تكون جدي أكتر بالتفكير من هالشخص. بدنا نوضح هالشخص ليش بالمستقبل ليش في عنده هالخيبة، هالخسارة، ليش عم يحس إنه في فرصة ضاعت من بين إيده، أو عم يحس بخسارة عاطفية من نوع ما. بدنا نشوف شو هي هالوراق. وقعت تحت بس بدي اجيبها. وراقك عم بتطير يا برج الحوت، فبدي لخبط الدك مرة تانية. طيب بدنا نشوف ليش هالشخص حزين. في عنده اختيار لازم يقوم فيه هالشخص، ممكن يكون محتار، أو ممكن يكون في عنده شخصين أو قرارين بده ياخذ منهم، بده يختار منهم. ممكن يكون أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه برج الجوزاء، لأنه الكرت بيتبع برج الجوزاء، وهو بحيرة من أمره عاطفيا، لأنه في مبين أنه عنده عرض حب من شخص آخر. في شخص آخر هون بحياتها، شخص مبين أنه في عنده عرض حب عم يقدم لإله من ضمن شخص، ولكن عرض الحب فيه شوي من التلاعب، لأنه 7 of swords هو لص التاروت أو السارق في التاروت، ففي إشي عم يخبيه هالشخص، ممكن عم يخبي طرف ثالث بالعلاقة، أو ممكن إجا عرض حب من طرف آخر وعرض الحب هيدا مش صادق، لأنه 7 of swords شخص تريكستر. أيضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه تريكستر، بمعنى إنه ممكن يبين لك شخصية ظاهرة، ولكن الشخصية اللي هي في العمق أو في العقل الباطني شخصية أخرى. فهالشخص عم يحس بخسارة عاطفية، لأنه ممكن يكون محتار بين شيئين، محتار بين شخصين، مش قادر ياخد قرار، ومش عارف يودي وين مشاعره هالشخص. مش عارف لمين يعطي هالكاسة. ممكن يكون الشخص اللي عم يقدم له عرض حب من دائرة الأصدقاء حواليه أيضا. بدنا نشوف، لأنه الطاقة اللي بينكم رحيل هون المشتركة، فبدنا نشوف شو هي يعني شو رح تتركوا بالضبط.
أوراق كتير حلوة، لأنه عندك هون رحيل، بس رحيل من شو بالضبط؟ موقفين، شخص عم يتعامل مع شخصين، في عنده فكرتين بده يختار منهم. The Moon Card، ورقة أسرار، ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه أيضا برج السرطان، أو ممكن هاي أسرار بينكم مخباية. The Emperor، ففي وقفة رح تصير هون، في اتخاذ قرار رح يصير هون، بأنه ممكن أنت إذا عم تحس أنه هالشخص في عنده، أو هو العكس ممكن يكون، إذا هو عم يحس أنه في حدا بحياتك وأنت عم تحس أنه في حدا آخر بحياته، ممكن أنت توصل إلى منطقة أو إلى نقطة إنك تاخد موقف صارم، بأنه هالشخص يختار بينك وبين الشخص الآخر. أنا بتوقع الشخص هاد اللي عم تتعامل معه الشريك هو اللي عنده أطراف أخرى، لأنه الأوراق متشابهة. فهمت علي؟ فأنت عم تحس إنه في أسرار بالعلاقة، عم تحس إنه في مشاعر مخباية، وأنت بدك توصل إلى توضيح، أو بدك تبعد حالك تماما من هالنقطة. فبطاقتكم بالمستقبل أنت رح تجبر هالشخص، أو رح يصير في بينكم تواصل، بحيث إنك تحكي لهالشخص إنه بدك إياه يحط نفس الاهتمام بالعلاقة مثل اللي أنت بتحطه، أو رح تترك العلاقة، أو رح تترك التواصل. عم شوف، لأنه أنت بدك علاقة صادقة هون، بدك شخص منفتح عاطفيا، ما بدك أسرار هون، ما بدك أشخاص أخرى بالتواصل أيضا. يعني أنت عم شوفك مصمم، عم شوفك متخذ قرار وعم تمشي وراه، ما بدك الشخص الآخر يكون معه شخصين، أو يكون في حيرة من أمره عم يحاول يوازن بين هاد ويوازن بين هاد. مثل ما انت بتعطي، بدك يا بدك الشخص اللي عم تتعامل معه يعطيك ايضا. ولكن في رح يكون ايضا، ممكن يرمز الى انه رح يكون في رحيل عن الاسرار، يعني رح تتركه، يعني هالشخص رح يوصل الى اتخاذ قرار بانه يترك الشخص الآخر، أو يترك الثيرد بارتي، أو الطرف الثالث مثل ما بنحكي، لأنه مبين أنه علاقته معك أو مشاعره تجاهك مشاعره كتير صادقة، بده بداية عاطفية جديدة معك. ولكن في طرف هون بحياة هالشخص عم يسبب له تشوش عاطفي، وممكن أيضا الشخص اللي بحياته، بحياة حبيبك، بحياة شريكك، عم يستغل براءة وطيبة هالشخص، وكونه إنه بيحب إنه يكون عادل ومنصف، لأنه الطرف الثالث عم شوف طاقته كتير تلاعبية، شخص كتير بيتلاعب بالحكي. فهو بطاقتكم المشتركة عم شوف إنه هالشخص رح يوصل إلى اتخاذ قرار والرحيل عن شخص معين، أو على علاقة فاشلة بينكم، بين يعني الشخص اللي عم يتعامل معه الطرف الآخر، لأنه الطاقة هاي مشتركة. فهو عم يتخذ قرار ومش رح يتراجع عنه، قرار بالرحيل، رحيل عن الأسرار، طاقة مشتركة بينكم الاثنين، رحيل عن الأسرار، رحيل عن إذا كان في طرف ثالث أو أي لخبطة بالموضوع، لأنه مبين أنه أنتوا اتنيناتكم عم تبحثوا عن يعني راحة البال، مش عم تبحثوا عن وجع راس وعن مشاكل وعن لخبطة هون وأطراف هون. الوضع صريح، الوضع واضح بينكم، فقط الإشي اللي بحياة حبيبك وشريكك حاليا هو هالطرف الثالث، اللي هو عم يستخدم طاقة تلاعبية كتير، وهالشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير فير، شخص كتير عادل، فبيحتاج وقت. ممكن انت عم تشوف
عم تشوف وحكيت للشخص اللي عم تتعامل معه إنه في حدا بدائرة أصدقائه بأطرافه أنت ما بتحبه أو بتشوف إنه طاقته، لأنه برج الحوت شخص كتير انتويتيف، أنت شخص كتير بتحس، بتحس بنوايا الأشخاص الأخرى حتى إذا كانت يعني مش واضحة، ولكن البرج اللي عم تتعامل معه برج هوائي، ما في عنده التواصل مثل الأبراج المائية. الأبراج المائية بتحس أكتر، ممكن تقرأ أو تفهم الشخص من وجهه من حركاته بدون ما يحكي، بس البرج اللي عم تتعامل معه شخص كتير يعني على الورق، واحد اثنين ثلاثة، فهمت علي؟ فممكن أنت أيضا تشوف أنه بتعرف أنه هالشخص مش منيح بالنسبة له، ممكن يكون عم يتظاهر بأنه صديقه ولكن بده بالفعل يخرب بينكم العلاقة، وانت بتشوف هالإشي، بتشوف الوجه المظلم بالشخص ولكن هو مش عم يشوف الوجه المظلم، عم يحاول يخليها بطريقة كتير منطقية، يحلها كتير بطريقة كتير منطقية. اوكي حبايبي، يعني بالمستقبل عم شوف انه هو رح يوصل هالشخص الى اتخاذ قرار بشأن الطرف الثالث. اوكي حبايبي، برج الحوت، اذا عم تستنى الى رسالة او حكي من هالشخص او تواصل بينكم، عم شوف انه هو فقط بهالفترة بيحتاج الى فترة وقت مستقطع يوزن الامور او يحل أموره. أوكي حبايبي برج الحوت، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوا القراءة. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك، كومنت، شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا.